السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. زي ما بنسلط الضوء على الفنانين وان حد فيهم محبوب وناس بتستنى اخباره، النهاردة كان في خبر وهو صدمة كبيرة جدا لكل متابعين الكاتب الكبير الجميل احمد مدحت اللي توفى اليوم. ولكن الحاجة المؤثرة هي آية وخطيبته اللي هما ما كانوش لسه بقالهم فترة مخطوبين، وحالة من الذهول هي بتعيشها. هقول لحضراتكم اتوفى ازاي وايه اخر حاجة كان كتبها وسبب الوفاة، وكمان حالة آية خطيبته الآن. بس في البداية نوحد الله ونصلي على رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام. ممكن ناس كتير ما تعرفش الكاتب أحمد مدحت، وأنا كمان من الناس دي، يعني أنا ما كنتش أعرفه كويس، ولكن من كمية الحب والدعاء ليه وقد إيه ناس حزينة جدا عشانه. هو واحد كان عنده أكتر من 830 ألف متابع على الفيسبوك، وهو كاتب طبعا صاحب كتاب التئام، وكان بيحضر للمعرض بتاعه. يعني توفى طبعا آخر حاجة من 10 أيام، كان كتبها انه هو جات له كورونا وان المرض الاعراض صعبة جدا. طبعا ناس كتير مش مصدقة انه توفى. طبعا هو توفى النهاردة بسبب كورونا. اللي ما يعرفوش، هو كاتب مصري قدر يخطف كل قلوب الناس بكتاباته. كان طبعا ناس كتير نفسها تقابله، هو ليه فانز كتير جدا على الفيسبوك، وكان بينزل حاجات كان دايما بيلمس القلوب فيها، وكان بيحس بكل واحد. طبعا المود بتاعه كان فجأة ومفاجأة لناس كتير جدا. كاتب الشاب أحمد مدحت نعاه ناس كتير على التواصل الاجتماعي اليوم اللي هو النهاردة توفى فجر اليوم، متأثر بإصابته بكورونا. أحمد مدحت كان كشف عن إصابته من 10 أيام بالظبط، وكتب على صفحته إيجابي كورونا والأعراض صعبة جدا، دعواتكم بالشفاء. انهالت عليه عشرات الآلاف من التعليقات طلبت لي الرحمة والمغفرة. طبعا بعد وفاته خطيبته آية كتبت اللي حضراتكم شايفينه، وقالت لأ انتوا كلكم كذابين، احمد لسه عايش، احمد ما ماتش، والله عايش، والله هو قال له انه قال لي انه هو هيكمل معايا، انتوا كلكم بتكذبوا. بصراحه وجعت قلوب الناس كلها بكلامها، وكمان من شخصيه ايه للناس اللي متابعاها قالوا انها كانت مش اي حد ممكن يقنعها بسهوله، لكن احمد مدحت رحمه الله عليه اقنعها، وهي كانوا بيرتبوا لجوازهم. توفى عن عمر يناهز 24 سنه. احنا كلنا ناس كتير مش متخيله الفيس من غير البوستات اللي كان بينزلها، كان بيعبر عن كل اللي جوانا. طبعا ممكن ناس كتير ما تعرفوش، لكل واحد متابع لاحمد مدحت على قد ما جبر قلوبكم بكلمة معينة أو حسسكم بأي حاجة كان نفسكم فيها، ادعوله بالرحمة وادعوله بالمغفرة. شاب كاتب شاب توفى عن عمر يناهز 24 سنة، موت الفجأة. طبعا هو ما كانش من الكتاب الاكثر مبيعا، وانا ما كنتش اعرفه شخصيا، ودي حاجة بتنقصني انا مش بتنقصه هو. رغم كده طبعا كل الناس عمالة تترحم عليه، انا من شدة الناس اللي بتترحم عليه وبتدعي في اخلاقه وبتشيد بيها وبتدعي له بجد. هو حاليا هو ده اللي بيبقى الاثر الطيب، انك لما تمشي تسيب ذكرى كويسه الناس تدعي لك عليها. ربنا يصبرك يا ايه، بجد بتعيش مرحله صعبه جدا من الانهيار بعد كلامها اللي قالته. ربنا يربط على قلبها ويصبرها، الفراق مش هين والله، ربنا يرحمه ويصبرها باذن الله. بشكركم جدا، وما تنسوهوش من دعائكم، وكمان تدعوا لايه خطيبته بالصبر. ممكن الفيديو يكون مختلف او تستهيفوه، بس صدقوني الموضوع موت الفجأة، وان واحد في السن ده طبعا مش لازم نكون دايما مهتمين بفئة معينة، كل الناس تستحق الاهتمام. شكرا جزيلا، وبعتذر لحضراتكم لو طولت. ادعوا له بالرحمة وادعوا لموتانا جميعا. شكرا، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.